تفضل. انا والدة اصلا من 8 شهور كده، واثناء الرضاعة ثاني شهر او ثالث شهر كان جالي ورم في الثدي. عافاك الله يا اختي، عافاك الله. بس هو كان درجة ثالثة، وكان في شك ان هو بنسبة بسيطة ان هو خبيث. أعوذ بالله. فالدكتور قال لي استني لغاية ما تصطمي على السنة ونعمل العملية ونشيل الورم ده. فللأسف دلوقتي أنا حملت تاني بعد 8 شهور، ومفروض أعمل العملية دي. هل المرض هذا عفوا له تأثير على الجنين؟ ملوش تأثير على الجنين، بس له تأثير عليا أنا. ان انا اثناء الرضاعه اصلا يعني بيبقى في وجع مش طبيعي، ولما هرمون اللبن لما بيعلى بيبقى في وجع مش طبيعي. طيب على كل حال، الروح نفخت فيها ام لم تنفخ؟ ايه، الروح نفخت في الجنين ام لم تنفخ؟ لم تنفخ، انا ما كملتش 40 يوم. اذا كانت الروح لم تنفخ، هناك ضرر محقق واقع عليك أو سيقع على الجنين فيما بعد، فلا بأس، اسمع كلام الأطباء. لكن قيدنا أن الروح لا تكون نفخت.